لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي ينزل. بسكويت ماري سوبر. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في بسكويت ماري سوبر. طبعا مفيش معلومات غذائية على العبوة، فنحسبه بسكويت سادة. المعلومات الغذائية في بسكويت ماري سوبر للمية جرام: السعرات الحرارية 475 سعر حراري، بروتين 3.1 جرام، كربوهيدرات 72 جرام، دهون 18.8 جرام. المعلومات الغذائية في بسكوت ماري سوبر لبسكوتة بوزن 3 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق: السعرات الحرارية 14 سعر حراري، بروتين 9.1 جرام، كربوهيدرات 2.2 جرام، دهون 56.1 جرام. المعلومات الغذائية في بسكويت ماري سوبر الأربع بسكوتات يعني نص العبوة بوزن 12 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق: السعرات الحرارية 57 سعر حراري، بروتين 37.1 جرام، كربوهيدرات 8.6 جرام، دهون 2.2 جرام. المعلومات الغذائية في بسكوت ماري سوبر لتمن بسكوتات يعني العبوة كلها بوزن 24 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق: السعرات الحرارية 114 سعر حراري، بروتين 74.1 جرام، كربوهيدرات 17.2 جرام، دهون 4.5 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات. وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.